السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الدوري الفرنسي في الأزمة اليمنية في ضوء زيارة السفير الفرنسي إلى صنعاء ولقائه بقيادات الميليشيات الحوثي. قالت مصادر دبلوماسية إن السفير الفرنسي في اليمن كريستيان تيستو التقى بقيادات من ميليشيات الحوثي في صنعاء. وأضافت المصادر الصحفية التابعة للميليشيا أن السفير الفرنسي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وأن التفاوض السياسي باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الأطراف تعد المخرج الحقيقي للبلاد. ولفتت المصادر إلى أن السفير الفرنسي أثار على الأرجح في صنعاء مصير الفرنسي آلين غوما المحتجز في محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي من قبل الميليشيا. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: تأثير التحرك الفرنسي على مستقبل العلاقة بين الحكومة والتحالف من جهة وفرنسا من جهة أخرى، ومدى قدرة التحالف والحكومة على الحد من التحركات الدولية خارج نطاق الشرعية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. الحكومة الفرنسية تدخل خط الأزمة اليمنية من بوابة اللقاء مع الميليشيا، حيث سجل سفير باريس اسمه في سجل الدبلوماسيين الغربيين القلائل الذين زاروا اليمن منذ انقلاب ميليشيا الحوثي منتصف 2014. صنعاء حيث توجد الميليشيا وليست عدن حيث يوجد الرئيس والحكومة الشرعية. كانت وجهة توقف طائرة السفير كريستيان تيستو الذي أعلن خلال لقائه بوزير خارجية ميليشيا الحوثي عدم دعم بلاده لأي حل عسكري للأزمة اليمنية، في الوقت الذي كانت وزارة خارجية فرنسا تبرم عددا من صفقات بيع الأسلحة للتحالف لاستخدامها في حرب اليمن. بدا واضحا أن للوفد الفرنسي أهدافا خاصة لا علاقة لها بحقيقة الصراع في اليمن، منها مزاعم بحث الملف الإنساني ودعم خطة المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن. لقاء الوفد الفرنسي مع قيادات ميليشيا الحوثيين جاء في أعقاب تطورات عدة كانت فرنسا طرفا فيها، بما في ذلك الحديث عن الملاح الفرنسي آلان تيبو الذي جنح قاربه بسبب الأحوال الجوية المضطربة ووصل إلى ميناء الحديدة، واعتبرته حينها ميليشيا الحوثي صيدا ثمينا. الأسبوع الماضي نجحت صفقة في إطلاق سراح مختطف فرنسي رهينة لدى الميليشيا الحوثية يدعى ماروك عبد القادر، يعمل في شركة نفطية. كانت اختطفته الميليشيا من مطار صنعاء وأخفته قسرا لعامين ونصف، تعرض خلالها لصنوف التعذيب، ولم يطلق سراحه إلا عقب دفع مبالغ مالية كبيرة للميليشيا بحسب وسائل إعلامية. دبلوماسية الرهائن التي عرفت بها إيران واتبعتها ميليشيا الحوثية مع الفرنسيين آتت ثمارها على ما يبدو عبر فتح نافذة إعلامية في صحيفة الفيجارو أطل منها زعيم ميليشيا عبد الملك الحوثي، وشهادة حسن سيرة وسلوك للميليشيا حصلت عليها من قبل السفير الفرنسي خلال لقائه قيادات الميليشيا. المؤكد أن زيارة السفير الفرنسي تمت بتنسيق مع التحالف كالعادة، بعيدا عن الشرعية التي لم تعلن أي موقف من تلك الزيارة واكتفت بالصمت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة: الأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء. مرحبا بك أستاذ غمدان. هلا أخي العزيز، أهلا بك أستاذ غمدان. في البداية، كيف تتابعون أنتم في الحكومة الشرعية زيارة السفير الفرنسي لميليشيات الحوثي في صنعاء، وربما هذه هي أول مرة التواصل المباشر مع الميليشيا خارج نطاق الشرعية؟ أخي العزيز، أحب أولا أؤكد على موقف فرنسا الداعم للشرعية، وهي من الدول الحريصة على تحقيق السلام. وأحب أؤكد أن زيارة السفير الفرنسي إلى العاصمة صنعاء تمت بالتنسيق مع الحلف العربي ومع الحكومة الشرعية. هناك مخرجات باريس التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس في 28 من يونيو في العمل الإنساني، والسفير الفرنسي في صنعاء ليس من أجل الاعتراف بهذه الميليشيا الإنقلابية كما تروج له إعلامها، أو أنه يحسب لها، وإنما هناك رسالة توبيخ لإقرار الأهداف مؤتمر باريس للعمل الإنساني، كان أهمها إبلاغ الميليشيا الحوثية بالانتهاكات التي يقوم بها ومرتباتها القانونية، ويجب عليهم تحمل مسؤولياتهم الإنسانية، وخاصة بعدم مصادرة المساعدات الإنسانية والإغاثية. ونحن ندرك جيدا، والكل والمجتمع الدولي يدرك والمواطن اليمني يدرك، أن الميليشيا الحوثية هي التي تعيق هذه العمليات. غير ذلك
وهل كان بالضرورة، نعم أستاذ غمدان، وهل كان بالضرورة زيارة السفيرة الفرنسية علشان يقنع ميليشيات الحوثي بهذه النقطة التي تحدثت عنها، رغم أن هذا الدور هو موكل للمبعوث الأممي الخاص باليمن؟ أخي العزيز، أنت حتى إعلامهم نفسه، إعلام الميليشيا الحوثية، لم يتطرق إلى عملية السلام، أن السفيرة الفرنسية بحث عملية السلام، وإنما ذكر في إعلامهم وفي وكالتهم الإنجليزية أنه تطرق إلى أهداف مؤتمر باريس الذي عقد. كل الوفود الدولية التي تذهب إلى صنعاء هي تحمل الميليشيا الإنجليزية الحوثية ولا تعترف بها بشكل رسمي، وإنما تحملها ثمن هذه الانتهاكات. طرق السلام لديها المبعوث الأممي. السفير الفرنسي أكد اليوم خلال لقائه بالميليشيات الإنقلابية أن الطريق السلام، الحكومة الشرعية هي التي تدعو إلى السلام، هي التي مدت يدها إلى السلام، وهناك قرارات دولية وخاصة قرار 2216، فرنسا هي الداعمة بقوة لهذا القرار. لذلك أحب أكد لك أخي أن الموقف الفرنسي هو موقف لصالح الشرعية، وموقف مع الشرعية، ومساند مع الشرعية، وزيارته هي ضمن الزيارات التي قامت بها منظمات دولية وقامت بها ثانية لأرغام الميليشيا الإنقلابية إلى العودة إلى السلام، ويجب عليها أن تفتح منافذ للمعابر للعبور للمساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين. المواطنين في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية هم أكثر تضررا من المعاناة، هم أكثر الأوبئة تنتشر في هذه المحافظات. لذلك أخي العزيز، هي رسالة توبيخ من المجتمع الدولي وليست رسالة تحسب لهم، وهذا أكد لك أخي العزيز. لدينا في الحكومة الشرعية معرفة بزيارته وتم ترتيبته والسماح لها. وأخي العزيز، سفارت اللقاءات مع السفيرة الفرنسية تتم بين الحكومة الشرعية وبين فرنسا على أكثر من جانب ومستمرة. وتم الزيارة بتنسيق تام مع وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية. طيب ابقى معي أستاذ غمدان، نشرك معنا في الحديث الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى الضيف الكريم والسادة المشاهدين. مرحبا بك سيادة اللواء. أنت كيف تقرأ زيارة السفير الفرنسي لأول مرة إلى صنعاء ولقائه بقيادات ميليشيات الحوثي؟ والله شوف، يعني ما ذكر الضيف الكريم فيه كثير من العقلانية، وفيه كثير من خلينا نقول الاستفادة لدعم الموقف أو موقف الشرعية ولدعم القضية. هذا يعني ما ذكر الأخ ووضح الأخ أنه يعني هنالك إجراءات تم تنسيقها مع وزارة الخارجية، الجانب الفرنسي يدعم القضية فيما يخص الشرعية، الجانب الفرنسي يعني تضرر من الإرهاب، وأعتقد أنه فرنسا كدولة يعني تعمل دائما وأبدا مع قوات التحالف، ولها علاقات جيدة فيما يخص العلاقات الدبلوماسية، حتى الدعم العسكري ولا آخره فيما يخص مناحي أخرى. ولكن أنا وجهة نظري أنه يعني مقابلة الحوثي بحد ذاتها هي ليست راح تضيف له نوعا من الشرعية، ولكن هنا يجب قراءة ما بين السطور. عندما يعني يتوجه سفير بحجم السفير الفرنسي ويقابل هذه الميليشيات، هنا على قولهم الصلاة خير من النوم، قد يضيف شرعية واضحة بالتأكيد، وهذا هو جوهر ما نريد معرفته. أيوة نعم، أنا هذا ممكن بلحظة بس خليني أقول لك، ممكن هذا يعني نقطة كان مفروض أن السفير أو حتى الجانب الآخر اليمني يعني نفكر فيها سويا. في كتب عديدة طلعت من كتاب فرنسيين ومن فلاسفة فرنسيين، وتحدثوا على أنه ليش لا نتحدث مباشرة مع الجماعات الإرهابية، لماذا لا نتخذ الأساليب التي قام بها الإنجليز. الإنجليز كان عندهم مشكلة مع مجموعة من الإرهابيين في إيرلندا، وما لهم مجموعة من الإرهابيين يعني في أو عليهم ضدهم، يعملون ضدهم، وتم الحديث معهم. فلا يجب أن ننظر لها من جانب سلبي بقدر ما أن يكون فيها أكثر ذكاء. الآن هذه خطوة لا بأس بها، ولكني أنا أعتقد إنه هذه الخطوة كان يجب أن يشار فيها أو يشارك فيها التحالف. تحالف يعني الشرعية اليمنية هي ليست بالحالة في الموضوع أو منفردة بالقرار، هنالك قوات التحالف، هنالك العديد من الدول
تدعم الموقف، وكان من الأولى بأن يعني إذا أراد ما أن يوصل رسالة. أنا أعتقد المبعوث الفرنسي في الأمم المتحدة هو الأنسب لهذا الموضوع يعني، وكان مفروض أن تأتي عن طريق منظمات رسمية، وإلا يعني على الأقل أقل ما في الموضوع أن يتم التخاطب مع السيد مارتن جريفيث ويكون هنالك تنسيق مباشر ويمهد للموضوع. نعم. فهي لها جوانب إيجابية ولها جوانب سلبية. ما يقلقني في الموضوع أن هذا قد يكون انطلاقة، يعني يمكن تذكر قبل أكثر من سنتين أنه أعتقد الممثل الدبلوماسي الروسي تقابل مع الحوثيين وكان هنالك ضجة يعني، وفعلا الحكومة الروسية أكدت أنه لا حديث مع الحوثيين إنما الحديث مع الحكومة الشرعية، وإذا أردنا الحديث على موضوع أكبر أو على يوسع الموضوع نتحدث مع السيد المبعوث الأممي. ولكن كما تعلم سيادة اللواء يعني بصورة أو بأخرى أو حل على الأقل من هم في جانب الميليشيا أو الميليشيا نفسها وإعلامها يروجون بأن هذا هو اعتراف ضمني ويصب في مصلحة الميليشيا إيقاف معركة الحديدة. الآن وصل السفير الفرنسي ليتفاوض معهم وكأنهم يقولون نحن هنا يعني من نمثل اليمن كما يقولون أيضا، وأن لهم كلمة في ذلك، وهذا بداية الاعتراف الضمني. ربما سنرى في الأيام المقبلة سفراء آخرون يزورون الميليشيا في صنعاء. لا يعني لا تذهب إلى الإكستريم إلى الحد الأبعد. لا أنا أعتقد أنه حيكون في مراجعة من قبل السيد خالد اليماني، وأنا من هنا دائما أحيي السيد خالد اليماني وأحيي كذلك المبعوث أو السفير اليمن في الأمم المتحدة للجهود التي يبذلونها. أنا متأكد أنه حيكون هناك يعني تفاهم مع الجانب الفرنسي من قبل الحكومة الشرعية، وكذلك السيد الجبير أكيد حيكون له موقف، أو حتى على الأقل قوات التحالف توضح. النقطة اللي حضرتك طرحتها هي تؤخذ في الحسبان، يعني احنا نعرف الحوثي خبيث من يدعم أخبث منه، القضية يتشبثون فأي شيء حتى يظهر انه القضية انه هذه قضية عادلة ونحن وهكذا من الأسطوانة المشروخة اللي دائما نطلع لنا فيها، سواء المتحدث باسم الحوثيين او عبد الملك الحوثي او من يدعمه. انا اكون اميل معك في انه الحرب استغلال مواقف، وهذا الموقف لابد من مراجعته ويكون هنالك توضيح أكثر من فخامة أو معالي وزير الخارجية، وإلا يحدثنا الأخ المبعوث الأممي في الأمم المتحدة الأخ اليمني، وهنا نقدر نقول أنه يعني قد يكون كان في تنسيق شخصي منه، بالرغم أنه يعني الأخ الضيف الكريم ذكر نقاط جد مهمة لا يجب أن نغفلها، يعني أرجو أن نناقشها لأنه طرح نقاط هي فعلا جوهرية تخفى علينا نحن كمراقبين، وأنا أعتقد أنه حتى أنت بعد تخفى عليك، لأنه طرح نقاط عديدة تم التنسيق، دعمت فرنسا القضية وموقفها المشرف في بعض الأمور فيما يخص الإرهاب ومحاربة الإرهاب، ووضح الضيف الكريم بصورة جلية، وأعتقد أنه برضه هنالك إمكانية يعني الذهاب بعيدا بأنه والله محاولة لحل الأزمة. نعم. ولكن لا ننظر أنه محاولة لحل الأزمة كل من إيده إلى على ما قالوا الأخوان في الشام، لا نحن نريد أن نذهب حسب المرجعيات القرار. طيب سيادة اللواء استمر الحوار الوطني وإلى نعم. طيب ابقى معي سيادة اللواء، عود للأستاذ غمدان الشريف السكرتير الصحفي رئيس الوزراء. أستاذ غمدان، يعني شهدنا في الفترة الماضية أو على مدار الثلاث سنوات الماضية كانت الميليشيا يعني تعيش حالة ربما من الحصار السياسي أو من عدم الاعتراف وعزلة سياسية كاملة، لكن الآن ربما بدأ اختراق لهذه العزلة السياسية. برأيك هل ستستمر هذه العزلة وتسمح الحكومة الشرعية والتحالف باستمرارها والتواصل مع الميليشيا بهذه الصورة؟ أخي العزيز، ذكر ضيفة العزيز نقاط مهمة جدا، خاصة أنه لا يمكن السماح سفراء الدول الصديقة وكذلك الشقيقة بلقاء الميليشيا الإنقلابية كونها ميليشيا إنقلابية، ولكن أحب أكد لك أخي العزيز أنها الفرصة الأخيرة، قد تكون في الحديدة هي الفرصة الأخيرة للميليشيا الإنقلابية للالتزام بالسلام. هناك أفكار قدمها المبعوث الأممي، أفكار لم توافق عليها الميليشيا الإنقلابية، وإنما هذه الأفكار هي جوهرية
القضية وهي تصب لصالح الشعب اليمني كل الذهاب إلى سلام تبدأ من الحديدة وهي الانسحاب الكامل لتسليم السلاح وتسليم محافظة الحديدة إلى الشرعية ويتم ذلك بالتزامن مع باقي المحافظات الأخرى. ولكن كما تعلم أستاذ غمدان أنتم يعني اليمنيون وأنتم أيضا في الحكومة الشرعية لكم تجارب كبيرة من جنيف واحد جنيف اثنين بيال الكويت يعني العديد من اللقاءات فشلتم في الوصول إلى حل مع هذه الميليشيا يعني ما الذي يجعلكم متفائلون هذه المرة أن السفير الفرنسي سيحدث اختراقا ويعمل على تقارب وجهة النظر؟ أخي العزيز ليس السفير الفرنسي وإنما المبعوث الأممي الذي قدم أفكاره وهو الذي زار صنعاء والتقى بالميليشيا الإنقلابية نطيع الفرصة للمبعوث الأممي الجديد قبلة الحكومة الأفكار لمناقشتها والمبعوث الأممي سيأتي يوم الأحد باللجنة المكلفة من فخامة رئيس الجمهورية وتسليمه الردود لهذه الأفكار. إذا الميليشيات الإنقلابية صغت وغلبت عين العقل والتزمت بما ورد في المبادرة وهو التسليم الكامل لمحافظة الحديدة والانسحاب بداية بالسلام فهذا أمر نحن نرحب به وسيكون إيجابي. الحكومة تجاوبت بكل مرونة وكل تجاوب للعمل الإنساني وخاصة إن فرنسا استضافت المؤتمر الإنساني في 28 يونيو رحبت الحكومة بزيارة قبلت الحكومة بزيارة السفير الفرنسي وكانت هناك أهداف واضحة طلعت عليها الحكومة الشرعية وكان أهمها السماح لكل المساعدات الإغاثية والإنسانية ومنظمات المجتمع الأمم المتحدة بتوزيع المساعدات الإغاثية وإيصالها إلى مستحقينها. المؤتمر الإنساني في باريس أكد أن الميليشيا الإنقلابية هي التي عاقت العمل الإنساني هي التي قامت بمصادرته اعتبرتها عمل ضد حقوق الإنسان عمل منافي للأخلاق الإنساني. لذلك أخي العزيز أكد لك أن زيارة السفير الفرنسي لن تكون لصالح الميليشيا الإنقلابية قد ما كانت رسالة توبيخ لهذه الميليشيا الإنقلابية. تعامل التحالف العربي والحكومة الشرعية بإيجابية لهذه الزيارة ولكنها لن تؤثر سلبا وإنما ستكون طيب تالة إلى هذه الميليشيا الإنقلابية وستعرف فرنسا بنفسها بدولة بعظمتها إن الميليشيا الإنقلابية ليسوا مستعدين للسلام وليسوا مستعدين لفتح الممرات الإنسانية فهم يحاصرون تعز إلى يومنا هذا. نعم أستاذ غمدان فقط لتأكيد موضوع التنسيق بينكم وزيارة السفير الفرنسي أتت عن طريق التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف فقط ليكون تصريح واضح منك ونختم بتفضل. نعم أخي عزيز الحكومة الشرعية تدعمت الزيارة بالتنسيق مع التحالف ومع الحكومة الشرعية وهي والتحالف الذي أعطى هذا التصريح. لا يمكن لسفير دولة أجنبية الذهاب إلى اليمن دون تنسيق مع الحكومة الشرعية كل من يذهب إلى صنعاء يتم بالتنسيق مع الحكومة الشرعية ومع التحالف العربي. أشكرك جزيل الشكر السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف كنت معنا من عدن. وأعود إلى الرياض مع الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء الآن يعني من المنظور التحالف بشكل عام هل هذه الزيارة للسفير الفرنسي تعد اختراقا أيضا لفشل الدبلوماسية التابعة للتحالف العربي في جعل الميليشيا تعيش عزلتها السياسية بعيدا عن العالم؟ لا يجب أن نقول فشل الدبلوماسية التحالف لا هذا يعني كلمة يمكن اسمح لي ما وافقك فيها. نعم. أنا قد أقول أو أوضح أنه الوضع الدبلوماسي يعني الأيام دي وتقريبا منذ بدء عمليات الحديدة والانتصارات التي حققتها قوات التحالف والشرعية هنالك خلط في الأوراق لأنه الآن هذه التقدم أو هذه الانتصارات وتحرير العديد من المواقع الهامة وحصر الحوثي في زاوية معينة أنا أعتقد أنها هي قلبت الطاولة على الحوثي ومن يدعم الحوثي وأصبح السيد مارتن الآن أمام واقع لا مفر منه إما أن يكون هنالك استجابة للمجتمع الدولي وللقرارات الأممية وإلى آخره من مخرجات الحوار الوطني
وكذلك 2216 أو أنه قوات التحالف يعني سوف تذهب بعيدا. فالفشل لا يأتي من قبل قوات التحالف، بالعكس أنا أشوف أن قوات التحالف فيما يخص العمل السياسي هنالك تغير واضح وتغير فيما يخص القضية وأحياء القضية للمجتمع الدولي. هنالك العديد من الخطابات وهنالك يعني خلينا نقول لك تكامل ما بين العمل العسكري وما بين العمل الاقتصادي السياسي. نعم. رأينا أثناء العملية العسكرية وضحت الصورة بأنه لم نتخاطب مع الحوثي حتى يدعن إلى القرارات الأممية. ومن ثم صار موضوع السيد مارتن جريفيث. فالفشل لا يأتي من لم يأتي من قبل التحالف، بل العكس أنا أرى أنه المجتمع الدولي لم ينجح بصورة جدية في حل القضية، والفشل ومن يعني الفشل أو تشار للأصابع هو الحوثي وجماعته. نعم. ألا يخشى سيادة اللواء؟ نعم. سيادة اللواء. بس أنا كنت بقول لك إنه هنالك ربط ما بين طهران، ما بين الدوحة، ما بين من يدعم الحوثيين، ما بين الجماعات الميليشية في لبنان. هنا تتضح الصورة إن في لخبطة عنده، ولذلك أنا أقول إنه الفشل أتى من قبل الحوثي. طيب. كذلك المجتمع الدولي. نعم. أما القوات سيادة اللواء. نعم. نعم. ابقى معي تكرما. نشرك معنا في الحديث أيضا من باريس، ينضم إلينا الناشط السياسي فؤاد عامر. مرحبا بك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد عامر مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ فؤاد، وأنت ربما مطلع بصورة مباشرة للعلاقات اليمنية الفرنسية. في أي اتجاه تقرأ زيارة السفير الفرنسي لميليشيات الحوثي لأول مرة إلى صنعاء؟ نعم، هي زيارة لا نستطيع أن نحملها يعني محامل كثيرة. لا يوجد أصلاً ما يستدعي أن يكون هناك تغييراً في السياسة الخارجية الفرنسية أو الأوروبية بشكل عام، باعتبار أنها جزء من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في تجاه اليمن. فرنسا هي ملتزمة من البداية بالوقوف أمام الشرعية اليمنية بدعم التحالف العربي، ساهمت في إصدار القرار قرار تدخل التحالف العربي 2016 في داخل اليمن. ما زالت يعني تصريحاتها وتأكيد سياسات سياسيها على هذا المبدأ فيما يتعلق في اليمن. ربما يكون تدخلها في الوقت زيارتها إلى صنعاء هو فقط من باب بعض الملفات التي تتعلق بالوضع الإنساني، باعتبار أن فرنسا الآن هي تخضع لظروف ولضغوط كبيرة جدا من قبل المنظمات الإنسانية، باعتبارها مركز أحد أكبر المراكز العالمية التي تواجد فيها المنظمات والوكالات المتخصصة الأممية للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. وكل الضغط يأتي بالضغط على الاتحاد الأوروبي وعلى فرنسا، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل سياسة ترامب لم تعد تراعي الاعتبارات الإنسانية والحقوقية كثيرا بعد انسحابها من مجلس. وهل تعتقد أستاذ فؤاد سينجح السفير الفرنسي في إنجاز هذه المهمة الإنسانية؟ ليس هو يعني هو يأتي في إطار المساعي، يعني في الأخير كما قلنا صحيفة اللوموند قبل شهر من الآن انعقد مؤتمر باريس، كشفت أن أحد أسباب انعقاد باريس هو تنسيق ما بين باريس والرياض بعد الضغوط الكبيرة جدا التي تعرضت لها باريس فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية. والمأساة الإنسانية هذه اللي هي التي جاءت بالتزامن مع محاولة تحرير محافظة الحديدة، وهو يكشف بشكل أو بآخر بعض بيت المجتمع الدولي من ضعف المعنى الإنساني. وهو ما يقدر أن تدركه حكومة الشرعية، لأن طول مرحلة الصراع ليس في صالحها، ومضاعفة الأزمة الإنسانية أيضا ليس في صالحها، لأنه سيجعل المجتمع الدولي يمارس ضغوط على الحكومة الشرعية، بالرغم أن الفاعل الأساسي والمتسبب الأساسي في هذه المعاناة هي الميليشيا الإيرانية. من المعروف أن نعم. فيما يتعلق يعني في الجانب السياسي والدبلوماسي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل القوى العظمى واقفة خلف الشرعية اليمنية، وأصدر القرار 2016 في هذا المجال، لكن عمدت الميليشيا الحوثية بالتعاون مع اللوبيات الإيرانية وحلفائها في داخل أوروبا من أجل تضخيم بالعمل مع المنظمات الإنسانية الدولية، من أجل تضخيم المأساة الإنسانية لكي تعادل
الضغط الذي ياتي لها من طرف الجوانب الدبلوماسيه والسياسيه. بمعنى سياسيا ودبلوماسيا الميليشيا الحوثيه وايران ترى نفسها خاسره تماما، لذلك قامت بتحريك الملف الانساني كاداه لاجل معادله الضغط الذي عليها، لاجل تخفيف الضغوط ولاجل الوصول الى تسويه معينه. كلما زاد الضغط الانساني الضغط المعارض الانساني في داخل اليمن، تقوم هذه المنظمات الدوليه والفاعلين الدوليين وهم على حق بشكل او باخر، يعني ليسوا تماما مخطئين، بالضغط على الحكومات الغربيه والحكومات الغربيه تضغط على الرياض ودول التحالف، وهي بدورها تضغط على الحكومه الشرعيه. بالتالي هنا هناك ملف انساني وهناك ملف سياسي. هي الميليشيات الحوثيه تحاول ان تستخدم الملف السياسي الملف الانساني قصدي. وضحت هذه النقطه، اشكرك. الضغوط التي تاتيها من الجانب الانساني. نعم، لضيق الوقت استاذ فؤاد اشكرك، وضحت هذه الجزئيه. شكرا لك الناشط السياسي فؤاد عامر، كنت معنا من فرنسا. وعوده اخيره للواء محمد القبيبان بسؤال اخير. استاذ او سياده اللواء، برايك مع طول امد الحرب وحسم المعركه في اليمن، هل يخشى ان تدور الازمه اليمنيه؟ بمعنى اخر يعني زمام المبادره هو بيد التحالف والمملكه العربيه السعوديه على وجه التحديد، الا يخشى الان ان يحدث اختراق وتتدور الازمه اليمنيه وتخرج من نطاق الإشراف المباشر للمملكة العربية السعودية والتحالف؟ لا لا، دي نقطة مهمة، لكن أنا أؤكد لك لا. ليش؟ لأنه الآن الداعم الرئيس للجماعات الميليشيائية الإيرانية سواء إيران أو حزب الله تحت ضغط دولي. نعم. والمجتمع الدولي الآن كشف واقعية هذه الميليشيا، كيف قتلت أبناء اليمن، كيف اعتدت على مقدرات اليمن، كيف أنه عنده مشروع تدميري. لا يوجد مشروع لدى الحوثي إلا أنه ينفذ مشروع إيراني حزباوي ميليشاوي. كنت أنا في بداية الأزمة أتخوف من هذا الموضوع، خاصة فيما يخص موضوع باب المندب وكذلك الطاقة وحماية خلينا نقول السفن والبترول والشواطئ في البداية، ولكن لله الحمد نجحت الدبلوماسية، تحالف اليمن الدول الداعمة في فضح المشروع الإيراني. لذلك أنا ما أوافق كثير على أن النقطة قد تدول، لكن في نقطة جد مهمة. لا لحظة، خلينا باختصار لأن الوقت انتهى سيادة اللواء، لطفا. نقطة ميناء الحديدة، ميناء الحديدة يجب أن تكون النقاط واضحة فيه على الحروف، يعني بمعنى يسلم إلى جهة رسمية دولية بإشراف كامل ويرفع يد الحوثي عن موضوع الحديدة، لأنه هو هذا الموضوع أو ميناء الحديدة هو الموضوع اللي فيه نوعا ما من الضبابية ومن عدم الوضوح. نعم. فيما يخص تسليم الميناء والمدينة. الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. وشكر أيضا للسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء غمدان الشريف، وكذلك للناشط السياسي فؤاد عامر من فرنسا. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج، الزميل عبد الرقيب الأمارة والزميلة شروق القاسمي. كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.